حبيب قلبي، النهارده هنتكلم مع بعض عن البايثاغورس ثيرم. نظرية فيثاغورس اسمها كده بالعربي، نظرية فيثاغورس. البايثاغورس ثيرم يا اولاد ديت بنشتغل عليها على الرايت انجل تراين. يعني انا مستر هنا عندنا رايت انجل تراينجل بالصورة اللي هرسمها لك دي. التراينجل ده اسمه A B C. هو الرايت انجل ذا تراينجل اد ذا فيرتكس B. القاعده بتاعتك بتقول لك ايه؟ بيقول لك هنا حبيب قلبي ان انت لو رسمت على كل سايد من السايدز دي سكوير، يعني انا جيت عند ال A B كده وقمت راسم سكوير بالصوره اللي قدامي، وقمت هنا عند ال B C رسمت سكوير يمثل لي على قد اللينس بتاعت البي سي، وجيت عند الاي سي هنا كمان رسمت سكوير بالصورة اللي قدامنا دي. حضرتك بيقول لك هنا ان الاريا للسكوير اللي على الهايبوتنس، طبعا السايد الكبير ده اللي في وش اللي في اوبوزيت ليه الرايت انجل ده اسمه هايبوتنس. الهايبوتنس ده، الهايبوتنس يا اولاد حضرتك السكوير اللي مرسوم عليه الاريا بتاعته ايكوال السم بتاعت التو ارياز اللي مرسومين على التو سايدز بتوع الرايت انجل. دي القاعده بتاعتك. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك هنا الهايبوتنس اللي عندي اللي هو الاي سي الاريا، يعني ايه اريا؟ يعني حضرتك مالتبلاي نفسه اريا اوف سكوير. انا عارف ان الاريا السكوير عباره عن سايد تايمز سايد، اللي هي تعتبر سايد بار 2 ساين باور 2، لان ده تكرار بنحوله لباور. يعني معنى كده مستر ان الاي سي باور 2 اللي هو الهايبوتنس هتبقى ايكوال الاي بي باور 2 بلس البي سي باور 2. دي القاعده بتاعت البايسيكلز، اللي هو بيقول لك الاريا بتاع السكوير اللي مرسوم على الاي سي ايكوال السم بتوع التو ارياز اللي عندنا. طيب تعال نجيبها بالنمبرز عشان نفهم اكتر. حضرتك لو جيت قلت لك هنا تراينجل عندنا مثلا ان السايد ده ايكوال 3 سنتيمتر والسي بي ده ايكوال 4 سنتيمتر وهنا الاي سي ايكوال 5 سنتيمتر، تعال نتكلم كده عن الكلام اللي عندنا ده ونشوف هل هيتحقق فعلا ان الاريا بتاعت السكوير اللي عندك هنا بلس الاريا بتاعت السكوير ده هتطلع قد الاريا بتاعت السكوير اللي فوق؟ طب تعال نشوف. نبدا الاول، هات الاريا بتاعت السكوير اللي هو اللي فيه الاي بي للسايد بتاعته ب 3. هتبدا تقول ده عباره عن 3 تايمز 3 الاريا سكوير سايد تايم سايد او 3 باور 2 اللي هي هتطلع بنعم بلس البي سي، هات الاريا بتاع السكوير المرسوم عليها طبعا السايدز كلها قد بعض، فهتبدا تقول 4 تايمز 4 او 4 باور 2، يعني هتقول هنا 4 تايمز 4 او 4 باور 2 اللي هي هتطلع ايكوال 16. طب حضرتك 9 بلس 16 بكام؟ هتطلع لك ايكوالز 25. ايكوالز كام؟ 25. تعال نجيب كده الاريا للسايد الاخير. السايد الاخير هنا عندك ب 5 سنتيمتر، لو جينا نجيب الاريا هتقول لي 5 تايمز 5 ايكوالز 25. اه يبقى كده بتتحقق السيرم بتاعك. طب يا مستر انا هشتغل بالطريقه دي؟ لا، تعال اقول لك انت هتحل ازاي. حبيب قلبي جاب لك هنا تراينجل رايت انجل تراينجل بالصوره ديت وقال لك ان الفيرتكس بتاعتك بي وهنا ايه وهنا مثلا سي، وجي قال لك حبيب قلبي ان السايد ده ب 20 سنتيمتر والسايد السي بي ده ايكوالز 15 سنتيمتر وطلب منك الهايبوتنس. انا عارف ان الهايبوتنس الاريا بتاعته ايكوال السم بتاعت الارياز دي. طب يعني ايه السم بتاعت الارياز دي؟ يعني حضرتك هتبدا تقول 15 سكوير بلس 20 سكوير، دي السم بتاعتهم. بس انا هنا بجيب ايه يا مستر؟ الاريا بتاعت الاي سي. لا انا عايز الاي سي دايركت على طول. فحضرتك هنا المفروض ان الاي سي دي باور 2، الباور 2 ده بيطير الجنب التاني بيروح ايه؟ سكوير روت. يبقى انا مستر مش هكتب باور 2 ولا حاجه، انا على طول دايركت
لما اجي اجيب الاي سي هقوم عامل سكوير روت، هعمل سكوير روت واكتب التو نمبرز دول بباور 2 واعمل لهم سم. هتجيب الكلام ده في الكالكوليتر هيطلع يا مستر ايكوالز 20، 25. هتطلع على طول ايكوالز ايه 25 سنتيمتر. ودي طريقه حل. طيب بسألك كمان كده مستر، حضرتك لو جيت قلت لك كده مستر انت عندك تراينجل، التراينجل ده مستر قال لك ان الفيرست سايد هنا ب 6 سنتيمتر والسكند سايد هنا ب 8 سنتيمتر، وعايز اجيب الهايبوتنس. الهايبوتنس ايش عرفني ان ده هايبوتنس؟ ما هو الهايبوتنس ده اطول سايد اللي هو اوبوزيت الرايت انجل، اللي في وش الرايت انجل. فحضرتك انا عايز اجيب السايد ده، اجيبه ازاي؟ وليكن مثلا ده اكس واي زد، انا عايز اجيب الاكس زد، هجيبها ازاي؟ سكوير روت والنمبرز اللي عندك دي باور 2 اعمل لهم بلس، تبدا تقول تطلع تاني 8 بار 2 بلس 6 بار 2 هتطلع ايكوالز 10 سنتيمتر. بس كده بس سهله مفيش حاجه. طب يا مستر تعالى نتكلم في جزئيه ثانيه، نرجع كده. حضرتك افرض ان هو طلب منك مش الهايبوتنس الكبير بقى، طلب سايد صغير، يعني طلب الاي بي او طلب البي سي، يا ترى هعمل بلس؟ احنا قلنا السايد الكبير بنجيبه بالبلس، طب السايد الصغير ماينس ماينس، يبقى اكسلنت. يبقى حضرتك السمولر سايد، اي سايد من السايدز بتاعت الرايت انجل بيجي بالماينس. يعني ايه؟ تعالى اقول هكتبها بقى في الحته ديت، معلش هنكتب الحالتين هنا مستر. حضرتك لو انا طلب منك ان انت تجيب له الاي بي سكوير، الاي بي سكوير اللي هو السايد ده، حضرتك هتروح تعمل ماينس للتو سايدز الباقيين، بس تبدا بالاكبر. ما انت حضرتك هتبدا تقول مين الكبير؟ الهايبوتنس اللي هو الاي سي سكوير. هتعمل ماينس مع مين يا مستر؟ مع السايد التاني. انا بجيب الاي بي يبقى هتعمل ده ماينس ده، يبقى انا هكتب هنا السي بي سكوير. طب افرض طلب منك السي بي، السي بي سكوير او البي سي سكوير، هنجيبه ازاي؟ برضه بالماينس. يبقى السايد ده بيجي بالماينس، السايد ده بيجي بالماينس، حضرتك الهايبوتنس بيجي بالايه؟ بالبلس. طب هتبدا تقول ايه؟ حضرتك الهايبوتنس ماينس السايد التاني. يعني هنقول هنا انا عايز اجيب السي بي، يبقى هنبدا بالهايبوتنس. طب الهايبوتنس اسمه ايه؟ ايه سي سكوير ماينس السايد التاني اللي هو اسمه ايه؟ اي بي سكوير. طب تعالوا نشوف مساله كده حضرتك ازاي احلها لما يكون طالب مني ان انا عندي هنا استخدم البايسيجرس. هو مش هيقول لك طبعا، هو هيجيب لك علامه الرايت وانت حضرتك بتستنتج ان انت هتستخدم البايسيجرس. جاب لك تراينجل حبيب قلبي بالصوره دي، نعكسه كده وعمل لك علامه الرايت وقال لك ان ده A ودي B ودي C. وجاء قال لك هنا حبيب قلبي ان الهايبوتنس ايكوالز 15 سنتيمتر، وقال لك هنا مثلا ان البي سي هنا ب 9 سنتيمتر، وطلب منك حبيب قلبي ان انت تجيب له اللينس بتاعت الاي بي. طب هجيب الاي بي ازاي؟ حضرتك عشان تجيب الاي بي طبعا دي بايسيجوراس في رايت انجل اهو، وفي عندي تو سايدز اقدر اجيب التالت سكوير روت. حضرتك 15 سكوير و9 سكوير ده ما فيش مشكلة فيهم، بس بلس ولا ماينس؟ هنا بقى النقطة. حضرتك السايد اللي انت بتجيبه لو على الرايت ماينس لو على الرايت انجل ده بيجي بالماينس، وده بيجي بالماينس، لكن السايد اللي هو الهايبوتنس ده بيجي بالايه؟ بالبلس. فطبعا هنا حبيبي انت انا عايز اجيب الاي بي، الاي بي دوت مش اطول حاجة، اطول حاجه ولا هيمنت، فتبدا تعمل ماينس ما بين الاثنين. طبعا تعويض مباشر في الكالكوليتور هتطلع ايكوال تو ايكوال 6 ايه 12 سنتيمتر. جرب 12. جرب كده تاني اللي قال 6 جربت يا مستر، هتطلع طول 12. جميل 12. 12. طيب في مشكله عندنا في الجزئيه دي اعتقد بسيطه. حبيب قلبي طبعا هتبدا تقول له since ان الـ A B C is right
angled triangle at B. حضرتك هنا ال A B C right angled triangle at B، دي أول خطوة في البايثاغورس وثابتة. يعني في البروف لما نيجي نتكلم لازم تقول له إن ده right angled triangle وتحدد ال vertex right. بعد كده تبدأ تقول له سو على طول أنا أقدر أجيب بقى الميجر للسايد اللي هو طالبه، هو طالب مين؟ هو طالب A B، فهتبدأ تقول له سو A B equal square root. طبعا ممكن تقول له اي بي سكوير ماينس بي سي سكوير، ممكن تجيب الريزلت على طول تقول له 7.5 باور 2 ماينس 4.5 باور 2 طبعا، وتطلع الاجابه ايكوالز 6 سنتيمتر. خلص البروف للمساله. تعال نروح للمساله اكسرسايز نمبر 2 ونشوف ايه اللي عندنا. حبايب قلبي ده بقى من الاسئله المنتشره جدا في الامتحانات، يعني ده كل الامتحانات ان شاء الله لما نيجي نحل الجيومتري هتلاقي لازم سؤال من الاسئله دي موجود معاك انت تحله، سواء بروف او سؤال فاينز. طبعا احنا هنحل بروف. تعال نشوف يا مستر هنحل السؤال ده ازاي. هو طالب منك هنا جايب لك طبعا تو تراينجلز او كوادريلاترال وفي دياجونال، عمل له ديفايد لتو تراينجلز، والتو تراينجلز اللي عندك لازم تخلي بالك ان هم رايت، في علامتين رايت اهم، ادي 1 وادي 2. طبعا يا مستر بديهيا من غير ما تفكر انت هتشتغل على الترينجل اللي عنده داتا اكتر، اللي عنده ارقام اكتر، اللي من الاخر عنده تو سايدز موجودين. وهو واضح جدا ان الترينجل قدامنا هنا اللي هو الترينجل اللي هو اكس واي زد ده موجود فيه يا مستر تو سايدز، ده موجود فيه تو سايدز، والتو سايدز اللي عندك اللي هم اوف رايت انجل، يعني اكيد انا هجيب الهايبوتنس حضرتك اللي هو اكبر سايد، الجريتست سايد اللي هو السايد ده. طب هنجيبه ازاي؟ هتجيبه بالسكوير روت وتعمل 42 باور 2 بلس 7 باور 2، يبقى الهايبوتنس الكبير ده حضرتك بيجي بالبلس، مفيش مشكله دي. طيب جيب ده يا مستر، وطبعا هتجيب الكالكوليتر هتلاقيه طلع 25. بعد ما جبته تلاقيته هو اساسا كان طالبه، فالحمد لله احنا جبناه 25. تعالى نبدا نكمل الداتا اللي عندنا يا مستر. انا الترينجل التاني هنا اللي هو ال اكس زد معلوش انا نمبر واحد، وده مستحيل اشتغل عليه وهو في نمبر واحد، لازم يبقى عندك تو نمبرز. فهتبدا تقرا الجيفن وتبدا تحدد يا مستر هو قايل لك هنا في داتا ولا ما فيش داتا مش مكتوبه. انا قلت لك الكلام ده خلي بالك ممكن يبقى في داتا مستخبيه في الجيفن، انت لازم تقرا الجيفن. طبعا هو قال لك هنا ان الاكس واي زد ايكوال اكس ال زد ايكوال 90 ديجري، قال لك ان الاكس واي ب7 مكتوبه والواي زد ب24 اوريدي مكتوبه. جه قال لك هنا معلومه قال لك ان ال اكس او الاكس ال ايكوالز 15، يبقى انا راح اكتبها بقى مش مكتوبه كده يا مستر. الترينجل الوايت اللي فوق ده حضرتك بقى عليه تو نمبرز ال 15 وال 25، اقدر اجيب الثيرد سايد؟ اه يا مستر. حضرتك هنا الرايت انجل ال والسايد اللي انا بجيبه اسمه ال زد، يعني في ال يعني ده خاص بالرايت انجل، فحضرتك ده بيجي بالماينس. طالما الفيرتكس الرايت انت قلت لتر في اسم السايد اللي انت بتجيبه على طول ده بيجي بالماينس. يعني هنا مستر انا لو كنت بجيب الاكس زد ما فيهاش ال ده يجي بالبس، لان ده الهايبوتنس اللي هو الاوبوزيت للرايت انجل. لكن هنا انا بجيب ال ال زد، ال ال زد حضرتك دي لازق على طول في الرايت انجل، ده سايد من التو سايدز بتوع الرايت انجل، فده بيجي بالماينس. فطبعا عشان تجيب ال ال زد هتعمل سكوير روت وهنعمل ماينس وتبدا بالهايبوتنس انت لسه جايبه بكام؟ ب 25. هتبدا تقول ده عباره عن 25 باور 2 ماينس النمبر الثاني اللي احنا حطيناه اللي هو 15 باور 2، هتطلع يا مستر ايكوالز 20 سنتيمتر. طبعا ده لو فايند انت هتحل كده زي ما انا عملت كده بدماغك كده والكالكوليتر شغال. طب يا مستر لو طلب بروف هنحله ازاي بالبروف؟ تعالى حبيب قلبي بالبروف هنا انت هتبدا تقول له ان انت هتشتغل في التراينجل اللي هو اكس واي زد، فانت ممكن تبدا كلام تقول له ات التراينجل اكس واي زد، تحدد له ان انا شغال في التراينجل اللي تحت، وتبدا تقول له سينس ان حضرتك الاكس واي زد ده رايت
انجلد، الكلمه دي ثابته معاك، انجلد تراينجل ات، ولازم تحدد الفيرتكس اللي عندك ات مين يا مستر، ات مين هو رايت ات مين ات واي. سو حضرتك دلوقتي انا هبدا اجيب الساين اللي هو اسمه زد اكس، هتبدا تقول له الزد اكس ايكوالز، حضرتك ده هايبوتنس، هتبدا تقول له ده سكوير روت حبيب قلبي وهجيبه بالبلس. طب مين بلس مين؟ حضرتك ما تو سايدز بتوع التراينجل الريد ده اهو 24 و7، هتبدا تقول له 24 باور 2 بلس 7 باور 2 وتجيب الناتج، طبعا طلع عندنا 25 سنتيمتر. حبيبي جبتها، روح اكتبها على الرسم عشان ما تتوهش، بعد ما انت جبت الكلام ده تقول رايح اه يا مستر ده الزد اكس ده ب 25 واكتب عليه سنتيمتر. تعود كده، انت جبت داتا اكتبها على الرسم عشان هتساعدك. مستر انا دلوقتي هطلع للتريانجل اللي فوق، يبقى هتبدا تقول له اد تريانجل اللي هو ال اكس زد، ال اكس زد، فهتبدا تقول له سنس نفس الكلام اللي احنا قلناه، هتقول له ال اكس زد از رايت انجل ذا تراينجل ات، ايه هي الفيرتكس بتاعتي؟ ات ال، حضرتك انا رايت انجل تراينجل ات ال. سو حضرتك دلوقتي انا هبدا اجيب الطلب اللي انت طلبته التاني اللي هو ال زد، فال زد ديت ابتديت ب ال اللي هي الفيرتكس الرايت، فانا هنا بالماينس عشان تبقى عارف برضه، فهتبدا تقول سو ال زد حضرتك هتبقى سكوير روت وهعمل ماينس واجيب التو نمبرز التانيين. طب ايه هما النمبرز بتاعتي؟ اللي هي ال 15 وال 25، فهتبدا تقول له 25 باور 2 ماينس ال 15 باور 2، هتطلع يا مستر ايكوالز 20 سنتيمتر. بس كده مستر، ده البروف، ده البروف. بيقول لك فايند البي سي، بقى انت حضرتك هو اول طلب طلبه في المساله هنا طالب منك ان انت تجيب اللينس بتاعت البي سي. طب هجيب اللينس للبي سي ازاي؟ انا ممكن اجيب البي سي دي لو كانت دي رايت، كنت جبتها على طول قلت 26 سكوير بلس 30 سكوير تحت السكوير روت تك جبت السي بي، طب ده ما قاليش رايت اوف، هجيبها ازاي؟ حضرتك هنا بقى انت هتقسم الشكل بتاعك او المساله بتاعتك لتو فيجرز، لتو تراينجلز يا حبيبي، هتقسم الشكل بتاعك لكام تراينجل؟ لتو تراينجلز. ليه يا مستر هعمل كده؟ اصل هنا في رايت انجل، فهبدا اشتغل على التراينجل ده اللي هو اللي انا بلونه لك ده حبيبي الصغنون ده، لان في تو سايدز معروفين، ايه هم التو سايدز؟ ال 26 اللي هو الهايبوتنس، الاي بي دي الهايبوتنس، وال 24 اللي هي الاي دي، ومنها اقدر اجيب الدي بي، ومنها اقدر اجيب الدي بي. طبعا هتعمل سكوير روت ماينس، طبعا عشان الدي بي ده جاء لازق في الرايت انجل فهتعمل ايه؟ ماينس. طبعا هتعمل سكوير روت وماينس للمساله دي، هتلاقي ان الناتج هنا هيطلع ان البارت دي هتطلع ب 10 سنتيمتر. طب مستر نروح للتراينجل اللي في الليفت سايد، حضرتك لما تروح للتراينجل اللي في الليفت سايد اللي هو الاي دي سي، في عندك رايت انجل انا عملتها اهي مفيهاش مشكله مستر، ده رايت انجل ده تراينجل، عندي الاي دي ب 24 وعندي الاي سي ب 30 وطالب ان انا اجيب الدي بي، بقيه السي بي، الدي بي بقى الحته الباقيه دي عشان التن دي ازود على الرقم اللي يطلع لي، يبقى انا جبت البي سي كلها او السي بي كلها. طب هنجيبها ازاي؟ طبعا ده لازق في الرايت انجل يبقى تتجاب بالماينس، يبقى انت هتبدا تعمل سكوير روت وتقول هنا 30 باور 2 ماينس 24 باور 2 تحت السكوير روت وتجيب الناتج. طبعا هنشتغل الكلام ده، هتلاقي يا مستر الريزلت هتطلع 18 سنتيمتر، ومنها استنتج ان البي سي كلها بقى على بعض هتطلع عباره عن 10 بلس ال 18 هتطلع ايكوالز 28. فيها مشكله ديت يا مستر؟ بسيطه.
انا قسمت الترينجل بتاعي لتو تراينجلز وابتديت اشتغل على كل تراينجل لوحده. جبنا البي سي، جه قام قال لي هات لي الاريا. طب يا مستر الاريا بتيجي ازاي؟ حضرتك هنا الاريا هاف تايمز بيس تايمز هاي. طبعا انا بشتغل في الاريا للتراينجل على حرف ال او حرف التي المقلوب. طبعا المساله هنا حرف التي اهو الاي دي والسي بي، فهتبدا تقول هاف تايمز 28 تايمز 24 وتطلع ايه. طيب تعال نكتب الخطوات بتاعتنا مستر. هنعمل ايه يا مستر؟ حل المساله دي في البدايه. انا طبعا انا قلت ان عندي هنا الدي دي رايت انجل، طبعا انت هتبدا تقول له سنس ان الاي بي دي رايت انجل تراينجل ات دي، سو هتبدا تجيب الدي بي لينث. طب الدي بي لينث عباره عن ايه؟ ذاك سكوير روت، وطبعا الدي بي لازقه في الدي اللي هي الرايت، هيبقى هنعمل ماتش. ابدا بالرقم الكبير الهايبوتنس اللي هو 26 سكوير ماينس 24 سكوير وجيب الريزلت، هتطلع يا مستر ايكوالز 10 سنتيمتر. دي اول بارت. بعد كده يا مستر الخطوه الثانيه، انت هتكتب بقى تقول سينس اي دي سي از رايت انجل تراينجل ات دي، سو انا اقدر اجيب دلوقتي الدي سي او السي دي هتبقى عباره عن ايه؟ سكوير روت، طبعا السي دي لازقه في الدي حضرتك، يبقى هتعمل ماينس. يبقى انا هبدا اقول 30 سكوير ماينس 24 سكوير، هتلاقيها تطلع ايكوالز 18 سنتيمتر. سو وراها على طول البي سي اللي انت طالبها ايكوال ال 10 بلس ال 18 ايكوالز 28 سنتيمتر. الخطوه الاخيره سو كمان مره الاريا تبقى عباره عن هاف تايمز البيز تايمز الهايت. ادي الهاف تايمز البيز، البيز احنا لسه جايبينها اللي هي البي سي ب 28 تايمز الهايت اللي هو البربنديكولار لاين اللي عندك اللي هو الاي دي اللي هو 24. هذاك الكلام ده كله هيطلع لك ايكوالز 336 سكوير سنتيمتر. يقول لنا هنا اي بي سي دي از ترابيزيوم، حضرتك ده ترابيزيوم الشكل ده، بس واضح جدا الترابيزيوم ده مرسوم فيه بيربنديكولار لاين اللي هو الاي اي، فالاي اي قسموا التو شيبس ريكتانجل وتراينجل. لازم تحلل كده شكلك. بيقول لك وير ان الدي الاي دي بارلل تو البي سي. طيب تمام حلو، يبقى ده السايد البارلل بتاع الترابيزيوم. وقال لك ان عندك هنا في عندنا هنا مستر الميجر للانجل دي سي بي 90. دي سي بي هو عامل علامه الرايت اهي ما فيهاش مشكله، وعامل علامه الرايت الجنب التاني اهو ما فيش مشكله، يبقى دول بارلل لاينز. حلو قوي شكرا. بعد كده قال لك ان الاي بي ايكوال البي سي ايكوال 17. الاي بي مش مكتوبه، لا اكتب هنا بقى 17 سنتيمتر. البي سي 17، البي سي تعال لتحت كاتب ال 17 الحمد لله. بعد كده قال لك ان الاي دي ايكوالز 9، الاي دي اللي فوق دي ب 9. حلو جدا. بعد كده بيقول لك هات لي الاريا للترابيزيوم. طب سيبك من الاريا بقى، خلينا بقى نبص المساله بتاعتنا انا ايه اللي اقدر اعمله. حبيب قلبي طبعا انت عشان تجيب الاريا للترابيزيوم انت لازم يبقى عندك الدايمنشنز بتاعت الريكتانجل اللي هم اللينث والويدث، ولازم يكون عندي البيز والهايت للتراينجل. البيز والهايت لان انا قلت لك حرف ال او حرف التي في التراينجل، حرف ال او حرف التي اللي بنشتغل عليه اللي هم البيز والهايت. طيب تعال نبص الاول على الريكتانجل. الريكتانجل حبيبي هو مديني هنا وان سايد ب 9. انا عارف ان الريكتانجل ده اتش تو اوبزيت سايدز ار ايكوال ان لينث، هتبدا تقول له ان اللي تحت ده ب 9 زي. حلو قوي. اللي فاضل لي مين؟ اللي فاضل لي الدي سي. الله، طب يبقى الدي سي مش معروف، بس انا ممكن اجيب الدي سي من الاي اي اللي ما اعرفوش برضه. طب هجيبه منين؟ هجيبه من التراينجل.
يبقى انا شغلي هجيبه منين؟ من التراينجل. طب هجيبه ازاي من التراينجل؟ ده التراينجل ما عندكش الا وان سايد، لازم يبقى عندي تو سايدز عشان اشتغل. طب لحظه واحده، مش هو قايل لك هنا معلومه 17 هتستفيد منها في ايه؟ اه ثواني نعمل ثواني، 17 ديفايد 2. لا لا يا بلال حضرتك، احنا مش قلنا الاي دي هنا ب 9 والاوبوزيت ليه طلع ب 9؟ طب لما كل ده ب 17 لو شلت منه ال 9 هيتبقى لي الباقي، يبقى هتبدا تقول 17 ماينس ال 9 تطلع بكام؟ ب 8. ما هو 8 بلس 9 هي اللي تديني 17. فهمنا يا ولاد جبناها منين؟ يبقى انا مستر هنا لازم استخدم الداتا اللي هو ده. خلاص يا مستر، انا كده وصلت للتراينجل، عندي تو سايدز واقدر اجيب التالت. طب التالت ده هتجيبه بايه؟ بلس ولا ماينس؟ ها ها، السايد ده اللي انا عايز اجيبه دوت اللي هو الاي اي، ماينس ماينس. ماينس 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 اكسلنت، هيجيب الماينس. طبعا يا مستر هتبدا تقول في الاول، هنشتغل بقى على التراينجل، هتقول له سنس ان الاي اي بي از رايت انجلد تراينجل ات بي ات اي سوري. سو هنبدا نجيب السايد اللي انا ما اعرفوش اللي هو الاي اي عباره عن ايه؟ سكوير روت، وتكتب ماينس وتبدا بالكبير 17 باور 2 ماينس 8 باور 2 تطلع ايكوالز 15 سنتيمتر. خلاص يا مستر، عرفنا ان السايد ده ب 15، يبقى على طول يا مستر الاوبوزيت ليه اللي في وشه ده يطلع برضه ب 15، لان ده ريكتانجل. الاي اي والسي دي دول بربنديكولار يعني بارلل، وحضرتك ده قايل لك في البدايه ان ده بارلل. خلاص جبنا الدايمنشنز كلها، يبقى حضرتك هنا هتقول له سو، لان هو طالب هنا بيقول لك فايند ذا لينث اوف سي دي، فتبدا تقول له السي دي تطلع ايكوالز 15 سنتيمتر. الخطوه اللي بعدها يا مستر، حضرتك هو طالب الاريا، فالاريا هنا احنا هنقسمها لجزئين، اريا اوف ريكتانجل بلس area of square. حضرتك هنا هنشتغل area للريكتانجل واريا للسكوير. طب area للريكتانجل قانونها ايه؟ length times ال width. طب ال length وال width بكام؟ 9 وكام؟ 15. يبقى هنا هتبدأ تقول 9 times 15 بلس الاريا اوف السكوير اللي عباره عن هاف تايمز بيز تايمز هايت، فهتبدا تعمل سبستيتيوشن ان هي عباره عن هاف تايمز البيز. البيز احنا عندنا يا مستر للتراينجل هنا البيز بكام؟ ب 8، والهايت بكام؟ ب 15. يبقى هنا حضرتك هاف تايمز 8 تايمز 15. طبعا الكلام ده كله هتجيبه بالكالكوليتر، تجيب البارت الاولى وبعد كده تجيب البارت الثانيه وبعد كده تعمل لهم بلس، هيطلع مستر ايكوالز 195 سكوير سنتيمتر. طبعا هتبدا تقول يا مستر سينس ان الاي بي سي از رايت انجل ذا تراينجل ات بي، سو تبدا تجيب يا مستر الاي سي زي ما انتوا اشتغلتوا كده، حضرتك هتبدا تقول سكوير روت، طبعا الاي سي ده هايبوتنس
فبيجي بالبلس، تبدأ تقول 9 باور 2 بلس 12 باور 2 هتطلع ايكوالز يا مستر 15 سنتيمتر. الخطوة اللي بعدها يا مستر هتبدأ تشتغل، طبعا خلاص ده 15 فهتكتب هنا 15. مستر حضرتك هتبدأ تطلع للتراينجل فوق، فطبعا هتبدأ تقول له سينس ان الـ ACD is right angled triangle at C. So حضرتك اقدر اجيب الميجر لل AD اللي هو الهايبوتنس، هيجيب السم برضو، هتبدأ تعمل سكوير روت ل 20 باور 2 بلس ال 15 باور 2 هتطلع ايكوالز يا مستر 25 سنتيمتر. حبايبي